السلام عليكم مشاهدينا، طابت أوقاتكم بكل خير. إليكم وجزء أخبار مؤسسة الشهداء برعاية رئيس مؤسسة الشهداء السيد عبد الإله النائلي، وتحت عنوان الكرادة مسيرة عطاء ولوحة تضحية. أقامت مؤسسة الشهداء بحضور عوائل شهداء الكرادة الحفلة التأبينية للذكرى السنوية 7 لفاجعة الكرادة في حسينية عبد الرسول علي. مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام ضياء الجابري أكد خلال الحفل أن المؤسسة ماضية في استحصال حقوق الشهداء وتقديم أفضل الخدمات لعوائلهم. مدير مديرية شهداء الكرخ أحمد العيساوي يستقبل مدير قسم الإعلام في مؤسسة الشهداء مالك السراج في زيارة تفقدية. تباحث الطرفان خلال اللقاء التعاون المشترك في المجال الإعلامي وتقديم الدعم وبما يخدم شريحة ذوي الشهداء والمصابين وفاء وإكراما لهم. مدير مديرية شهداء بابل هادي عبادة يستقبل مدير صندوق الإسكان في المحافظة محمد الخفاجي والوفد المرافق له. الزيارة جاءت لمد أطر التعاون بين الجانبين خدمة لتلك الشريحة المضحية من عوائل الشهداء. من جانبه ثمن مدير المديرية الدور الذي يلعبه صندوق الإسكان في خدمة أهالي محافظة بابل عامة وذوي الشهداء خاصة. تنفيذا لتوجيهات مدير مديرية شهداء مدينة الصدر ومن أجل استحصال الحقوق والامتيازات لذوي الشهداء، موفد شعبة العلاقات والإعلام في المديرية بتول الجمعة تزور مستشفى الوزيرية الأهلي وتلتقي بمدير الإدارة. الزيارة أثمرت عن الموافقة على تخفيض نسب مختلفة من الأجور وحسب العمليات لذوي الشهداء. وأخيرا مديرية الشهداء الديوانية تنظم زيارة تفقدية لعوائل الشهداء في قضاء الحمزة، حيث زار وفد المديرية عائلة الشهيد رفاعان عذوب بديوي للاطلاع على أحوالهم الصحية والاجتماعية والاقتصادية. وتأتي هذه الزيارة ضمن خطة وضعت من قبل المديرية من أجل التواصل مع عوائل الشهداء لرفض قاعدة البيانات بالمعلومات وإعداد تقارير مفصلة عن تلك العوائل. انتهى الموجز، شكرا لكرم المتابعة، في أمان الله.